الأوراق النقدية الجديدة التي طرحها بنك الجزائر للتداول مؤخراً تلاقي شكاوي كثيرة من طرف المواطنين رغم الحديث عن استخدام أحدث التكنولوجيات في تصميمها والتأكيد على أنها غير قابلة للتزوير. الحديث هنا عن الموزعات الآلية وآلات العد التي لا تتعرف عليها. قلت لك الكاغد تاعهم شوية خشين، الكاغد أنا تعاملت بهم خلصت شديتهم وشيت بهم بصح في الماشينة هذيك ما تمشيش، خاطش الكاغد شوية مزير شوية خشين. سوي انفورمي على واش صرا، على بالي باللي كانوا مازال ما بروغراموش ومسات واحد الإشاعة باللي لي نوفو بي هذو سون فو. مي ريالمون نو كانت هذيك تاع لا بنك سنترال كانوا مازال ما بروغراموش لي ماشين تاعهم ما ادابتوهمش على لي نوفو بي. الناس مشات الإشاعة خافت. تجار يرفضون التعامل بالأوراق الجديدة من فئة 500 والألف دينار ما يدخلهم في مناوشات مع المواطنين في كل مرة. أما رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيطرحون جملة من المشاكل حول هذه الأوراق، وصل الأمر إلى حد التشكيك في صحتها رغم أنها صادرة عن جهة رسمية هي بنك الجزائر. هي الأوراق النقدية احنا ما راميت مش مازالوا ما تلقوهمش، الحال الناس كاع راهي مسوسه منهم، يعني ما يشدوهمش بالنسبه للحوانت وكاع. سي نورمال كلمه زعما نروح نشري والمحكي يعطيهم لي وما يشدهمش، سي نورمال انا ما نعرفش نستعملهم كيفاش نواتي بهم. لا بابي تاعهم راهوش مخدوم من الاوراق على حساب واش سمعت راهو يدور في الغاشي، قال لك بلي مخدوم بالقطن. دوك هي تتخوف اوتوماتيكمون تتخوف. مي انايا رايي الخاص، انا رايي الخاص انا جي في كونفيونس في في الدوله شويه، جو في كونفيونس في الاخر باسكو باش يخرج لك دراهم غير هكذاك سما هكذاك تولي حاجه تولي قانون الغاب. الا كان الدوله تخرج لك دراهم وما تقدرش تخدم بهم سي انورمال. فاذا ما هذا خرجت نقود جديده فلا بد من اعاده تشيين وهذه الاجهزه يعني كونفيغوراسيون باش ندخلوا هذه النقود الجديده ونعطي كل المعلومات باش هذا الجهاز يعرف كيف يفرق ما بين النقود الصحيحه والنقود المصوره. للاسف حنا هذا نشوفوا البلاد تاعنا كيفاش راهي تمشي، يعني ما كان لا تنسيق ما بين الوزارات وما بين المؤسسات. إطلاق الأوراق النقدية الجديدة وصفه كثيرون بالقرار المتسرع، وهذا في ظل عدم تحيين برمجة آلات العد وحتى الموزعات الآلية على مستوى الأسواق التجارية والبنوك ومراكز البريد.